السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الأوفياء، مرحبا بكم في الدرس الخامس من سلسلة تعلم المعلوميات. في هذا الدرس إن شاء الله تعالى غادي نطرقوا للمحاور التالية. المحور الأول هو أننا غادي نشوفوا كيفاش نفورماتيو الكلي يو اس بي او ديسك دور اكسترن او الكارت ميموار، يعني الموضوع اللي هاد الشيء اللي غادي نطبقه على هاد الشريحه اللي راكبين دابا في الحاسوب ديالنا هي نفس الطريقه اللي تتدار سواء الكلي يو اس بي او الكارت ميموار او ديسك دور اكسترن في كيفيه الفرماطه، يعني نمسحوها نفورماطيوها نهائيا، نمسحوها من المعلومات اللي فيها. على بركة الله ندخلو نمشيو لسو بي سي، هيا سو بي سي، واللي عندو ويندوز 7 غيمشي لأورديناتور. نمشيو لسو بي سي وغندخلو تلقاو سي و دي، هادو بالديسك ايمو ديك لي ديسك لوكال ديال البي سي، هي تتلقاها دائما تطلع هي التالتة، تقدر تطلع هنا او في اي بلاصة، انما تتقرا لا طاي ديال الديسك دور باش ما تفورماطيش شي ديسك اخر ديالك، وباش تعرف بين راه هي هادي بحال دابا حنا مركبين ديسك دور اكسترن هو هذا، باش نعرفوه بين راه هو باش ما نغلطش ونمشي نفورماطي شي حاجه اخرى في الحاسوب ديالي. نحاول نحيد الكابل اللي يعني غنحيد دابا الكابل ديال ديسك دور اكسترن ديالنا، يعني حيدتو عطا واحد الصوت، انا غنعاود نردو باش نتأكد بين راه هو، يعني ركبتو نعقل على القيمة ديالو بين هو هذا باش من يمكن ليا، لأن بعض المرات يمكن لك تغلط ودي بلاصة ويروم بلاصتي ليك هو هذا وتفورماطي نتا هذا، لا كاين سي ودي وطلعت هادي جديدة دونك هو هذا. الطريقة ديال الفورماطاج ديال هاد الكلي يو اس بي أو الكارت ميموار أو ديسك دور اكسترن نفس الطريقه باش تيرك باش كلهم تيطلعوا بحال ما هكا. تنجو تنضغطوا على البوطون دغوا، يعني الزر الايمن من الفاره، كليكي بوطون دغوا باغ لا سوري، تتمشي فوق منه هكذا حتى تحت لا سوري هنا وتتكليكي عليه بالبوطون دغوا وتدير ليه فورما تي، هاي فورما تي تتكليكي عليها بالبوطون غوش، تتعطيك هاد الرسالة هادي، نجيبوها هنايا. ما تتغير حتى شي حاجة إلا أنك باش أن هاد الكلي تهز ليك بزاف ديال المعلومات ما تخليهاش في هاد الاختيار دا ديال فات 32 اي اكس اف فات هاد فات هادي، ما تخليهاش في هادي ولا فات 32، دائما اختار ان تي اف اس. ملي تختار ان تي اف اس هنا تنجي تندير ديماغي، تيطلب مني تعطيني هاد اوكي تندير ليه اوكي. هانتوما مشا دابا تفورماطا، ملي غتفورماطا غتعطيني واحد الميساج هو فورماطاج تيرميني، فورماطاج تيرميني، تندير اوكي تنسد تندير فيرمي، تلقى هاد الشريحة ديالي خوات ما بقاش فيها حتى شي حاجة، هنا أصبحت جاهزة باش أنني نحط فيها المعلومات. وماشي ضروري تفورماطيها، حنا غير وريناكم هنا في هذا الدرس هذا الطريقة ديال أنك كيفاش تفورماطي كارت ميموار أو كلي اس بي أو ديسك دور اكسترن. هذا المحور الأول. المحور الثاني هو كيفية نقل المعطيات من الحاسوب الى الكلي يو اس بي او الديسك دور اكسترن او الكارت ميموار. نفس الشيء اللي تنطبقوه على هذا هو نفس الشيء اللي غتطبقوه على الحوايج الاخرين اللي ذكرنا. على بركه الله نمشيو لسطح المكتب، مثلا عندنا هذا الدوسي فيه قران وهذا الدوسي فيه حديث، وعندنا شي حويجات ديال هاد لو دوكيمون ديالنا اللي كاتبين، بغينا نهزو هاد المعلومات كلها. تنجو من فوق هذا هنايا في هاد البلاصه الخاويه ونضغط بالبوطون غوش اونجر هاكا ونسيليكسيوني هاد المعلومات اللي عندي كلهم، او الى خفت نغلط نجي نكليكي على هاد الفيشي هذا ونمشي
الكلافي البوطون ديال الكونترول اللي تجي على يديك اليسرى من التح في القنط، من على يديك اليسرى هي اللي في القنط، اخر بوطون في القنط هي كونترول. تنبقى ضغط عليها وتنمشي تنختار مثلا هذا القرآن، بغيت نهز مثلا انا هذا الفيشي هذا وقرآن، اني حددتهم يعني سيليكسيونيتهم، درت لهم سيليكسيوني، بغيت نزيد معاهم هذا نكليك عليه، بغيت نحيد ليه السيليكسيون يعني وليت قلت بلاش، غنجي نضغط عليه عاوتاني وتحيد ليه السيليكسيون. بغيت نمشي نهز معاهم هذا نهزو، نكليك عليه تيتسيليكسيوني. دونك دابا حنا محددين ثلاثة ديال الحوايج اللي بغينا نهزو، هذا ما حددناش. نقولوا مثلا ما بغيناش الشهادة، غنعاود نوط على كونترول، نبقى واطي عليها ونكليك على هذا، يعني كونترول تتساعدنا في التحديد. غير بغينا يعني بغينا نحددو كل شيء، تنجو لهكذا ونديرو سيليكسيوني تو نوطة في الجنب ديالها مرخاوي، ونجر نبقى جار بالبوطون، ما نهز يدياش على البوطون كوش ونبدا جار حتى نشوفهم بالرام تحددو كل ما كو عندنا هز اليد ديال البوطون كوش. بغيت نحدد بحاجة بحاجة ندير الطريقة الأخرى اللي هي ديال الكونترول، تنجي تنكليكي على هاد الفيشي يعني حددتو، بغيت نهز مثلا هذا اللي حدا انا نطلع نبقى واطي على كونترول ونكليكي عليه، نوطا عاوتاني على كونترول ونكليكي على هذا، نوطا على كونترول ونكليكي على هذا، هنا تنكون عاوتاني حددتهم كلهم. انا اش غندير دابا في هاد اللحظة هادي، غادي ندير بوطون دغوا فوق وحدة فيهم، ماشي هنا ماشي هنا ماشي هنا ماشي هنا، فوق لا سيليكسيون، فوق هاد الاختيار هذا، اي واحد فيهم دابا انا حددتهم كلهم، غنجي فوق واحد فيهم وندير بوطون دغوا وغندير كوبي كوبيي افيك اي كوبيي او ار. ما معنى كوبيي؟ كوبيي كما سبقنا درسنا في الدور شرحنا في الدروس الفائته السابقه، ان كوبيي تناخذ نسخه من هاد المعطيات، تتبقى هاد المعطيات في الحاسوب وتناخذ نسخه نحو الكارت ميموار او الديسك دور او الكلي اللي بغينا نحطو فيها هاد المعلومات. اما اذا ضغطنا بوطون ضغطنا كوبي كوبي هي تتعني قص، يعني قطع، غادي تهزو الى كليكنا لا غنهزوهم من هنا ديفينيتيفمون ونحطوهم في البلاصه اللي بغينا نحطوهم، ولكن لا حنا بغيناهم يبقاو هنا وبغينا ناخذو غير النسخه، غنديرو كوبيي كوبيي هي، وغنمشو لسو بي سي هادي باش نكبرها، دائما تنجي تنكليكي هنا تنمشي ندخل دوبل كليك لهاد ديسك موفيبل ديالي او الشريحه الخارجيه ديالي، تنجي لهاد البلاصه الخاويه وتندير بوطون دغوا وتندير كولي، تنتظر انهم يتحملوا الكلي، وفي هاد اللحظه اللي تيتكوباو ما تحركش هذاك الكلي ولا ديك الكارت ميموار ولا ديك الديسك دور من بلاصتو ولا تقرب ليه، وقف كل شيء وخلي العمليه ديال نقل المعلومات تدوز بسلام. هانتوما المعطيات اللي هزينا من البيرو هي قدامنا، حديد جوج ديال الفيش ديال وورد وقران. نسدو هادشي، حتى لهنا شتنا كيفاش نفورماتيو، شتنا كيفاش نهزو المعلومات من الحاسوب الديسكي موفيبل ديالنا او الشريحه الخارجيه ديالنا. دابا بغينا نشوفو كيفاش نهزو دوك المعلومات، نعتبرو مثلا مسحنا هادو، ندير لهم اكون سيليكسيونيهم ونمشي للبوطون، ندير بوطون دابا فوق شي واحد فيهم وندير سيبريمي، او نمشي للكلافي وندير نكليكي على كلمه سيبريمي، بوطون سيبريمي، هنا اني سيبريميتهم من هنا، نمشي نردهم من ندير مثلا تمسحوا لي مثلا من هنا ولا مسحتهم وبغيت نعاود نهزهم من الكلي ديالي، غنمشي لاكلي وغندخل ليها وغنلقى فيها هذوك المعطيات اللي حطيت، ندير نفس الطريقه اللي قلنا في الاول في على التحديد، ندير هكذا ونجرب البوطون، نبقى واطي على البوطون كوش ونجر حتى يتحددوا هكا كلهم، ونوطالي فوق وحده فيهم وندير كوبيي، او نكليكي على وحده فيهم ونبقى واطي على بوطون كونترول في الكلافي اللي قلنا، ونبدا نكليكي على كل وحده فيهم حتى نحددهم كلهم، عاد نهز يديا على البوطون ديال كونترول وغنجي فوق وحده فيهم عاوتاني وندير كوبيي هيا، وغنسد
لاباج وغنمشي لهنا البلاصة خاوية وندير بوتون دغوا وندير كولي. العملية تتم من نقل المعلومات دابا من الشريحة الخارجية إلى الحاسوب. هذا المحور الثالث اللي ذكرنا في هذا الدرس إن شاء الله. بقينا المحور الرابع، ننتظروا يتكوباو هاد المعلومات يعني تحولوا للحاسوب. دونك ردينا المعلومات ديالنا للحاسوب وفي نفس الوقت غندخلوا سي بي سي غنمشيو للكلي غنلقاهم مازالين في لاكلي. واضحة القضية؟ ما عليناش. دابا المحور الرابع والاخير باش ما نطولش عليكم هو كيفية اعطاء اسم لهاد الشريحة الخارجية. بغينا نعطوها اسم غنمشيو لسو بي سي غندخلو له غنجي نوطي لهاد الشريحة الخارجية ديالي بالبوطون دغوا وغندير ليها غونومي كيلا بحال اللي بغي يسمي شي دوسي وغنسميه مثلا كريم أبلا عبد الكريم عبد الكريم هاي عبد الكريم وندير اونتري تتغير ليه الاسمية هذا باش فيما دخلت في اي اورديناتور يطلع بالسمية ديالي تسمي يمكن لك تغير السمية لكارت ميموار لكليل ديسك دور اكسترن كلهم نفس الطريقة. الى هنا متابعي الاوفياء شكرا لكم على التتبع شكرا لكم على الاصغاء شكرا لكم على الاهتمام للتذكير في اخر الفيديو ما تنسوناش انكم تشاركوا مع الاحباب ديالكم هذا الدرس وتعملوا تضغطوا على زر الاعجاب وبالنسبه للمتابعي جدد اشتركوا معنا في القناه جزاهم الله خير محتاجين الاشتراكات ديالكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.